كثر الحديث عن الإساءة إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله من آيات شيطانية ورسوم مسيئة إلى فيلم جنسية وإسقاطه على سيرة حياة سيد الخلق صلى الله عليه وآله. تقوم الوهابية ومجموعات الإرهاب المصنوعة في مطابخ الاستخبارات الغربية التي تتخذ من الإسلام وسيلة للنيل منه وتحقيق الغاية الكبرى عبر تصغير حائط الإسلام وسياجه لتسهيل الانقضاض عليه بعد محاولة تفريقه من مضمونه وتحت نظر وسمع شيوخ الإفتاء في بلاد الحرمين. يحاول الغرب بمساعدة شيوخ الفتنة اجتثاث نصوص القرآنية للتهجم على الإسلام بعد أن يتم إغفال الغاية والحكمة من هذا النص، ويتم تعميم الإسلام على أنه دين دموي يقطع اليد ويقتل. نحن نرى النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والرسل على أنهم الفئة المعصومة، ولكن الوهابية ومعهم الفئة الصهيونية المتأسلمة يرونهم على أنهم الفئة الدنيوية التي تفكر بقشور الدنيا ووسخها وتنسى ثواب الآخرة، حاشا لله وحاشا لهم. فالوهابية ومعهم الفئة الإسلامية المتصهينة يرون أن الآخرة هي للخمر والحوريات الحسان، وأن الطريق إليها يمر عبر قتل الآخر. فالحياة أجمل بدون كل من يخالفهم الرأي، فكل سني مرتد ويجب قتله إن لم يكن على مذهب محمد بن عبد الوهاب، وكل إسماعيلي ودرزي هو مرتد بل كافر يجب قتله، وكل علوي وشيعي ماله وعرضه وعمره حرام عليه حلال على الوهابية. أما المسيحي فهو كافر يجب طرده وإلا قتله. وبعد كل ما سبق، فعندما تقوم أي فئة في العالم أو حين يحاول الغرب استثمار ما يسوقه الإسلام المتصهين عن حقيقة الإسلام كما يراه ويمارسه، وحين يقوم الغرب باستغلال كل ما سبق في فيلم هل يجب اعتباره إساءة للنبي؟ في المحصلة فإن الفيلم حاول الإساءة للسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله حقا، ولكنه كان يحاول الاستناد على الكتب والأحاديث والروايات والحجة الوهابية ومعهم الإسلام المتصهين. وبالمقابل أصرت الوهابية والإسلام المتصهين على إكمال مسلسلة الخيانة للإسلام بتصوير معشر الإسلام كأنهم قبائل وعشائر لا يتقنون إلا لغة الدم والقتل. فتشاهدون أنهم لم يخرجوا للاعتراض على الفيلم لأنه من إنشاء أيديهم والروايات والأحاديث الموجودة في كتبهم. الموت يا أمريكا، بل إنهم قمعوا المسيرات الاحتجاجية في بلادهم واعتقلوا المتظاهرين ووقفوا أمام كل من أراد استنكار هذا العمل كما تشاهدونه اليوم. هم حاولوا رمي الفرقة بين المسلمين من خلال إنتاجهم لهذا الفيلم ونبذ روح الطائفية بينهم لإنجاح خططهم في المنطقة. وترون الآن أن ليس فقط لم يستطيعوا التفريق بين المسلمين فحسب، بل زادوا من اتحادهم وتماسكهم بالمبادئ الإسلامية ووقوفهم جنبا إلى جنب في الاعتراضات على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وآله. ناس TV.com